للحديث عن أهمية هذه المبادرة تنضم إلينا الأستاذة فداء إشحادي وهي مركزة ائتلاف نساء ضد السلاح. مساء الخير. مساء الخير جماعة. إذن برأيك ما هي أهمية مبادرة المخرج أولا؟ دعنا نتحدث أن هذا عمل لا يقوم به الكثير، بعرض الفيلم، بصلاة العروض، وحصد كل هذا الريع وتخصيصه لعائلات معتقلي هبة الكرامة الذين لازلنا نشهد اعتقالاتهم بشكل يومي أو ربما إصدار أحكام عالية بحقهم. يعني طبعا مبادرة مبارك، وهذا دليل قديش المخرج متواصل يعني مع شعبه، وبحس انه جزء يعني بكل مسارنا من 2021 لحد اليوم. اغلب الناس اللي قامت بدعم العائلات هي يعني الناس اللي بتتطوع وبتقوم بهذا العمل، وفعليا يعني كمان الفن له دور كثير مهم، وهون يعني بيجي دوره واجب وقته. بفكر كمان بعد ما كان في أكثر من محاولة لجمع تبرعات، مش إنها فشلت، بس لما بتكون يعني كل مرة لما في حالة خاص يعني حالة واحدة بتطلع فيها بحملة فممكن تغطي، وكل الوقت طبعا في أعباء اللي نسمع عليها بشكل مستمر. ومن هون أجي يعني في سببين للمبادرة: واحد إنه يعني يتم تجميع تبرعات، بس اثنين يعني التبكير وتسليط الضوء من جديد، إنه صرنا ب 2023 وهاي العائلات بعدها بتعاني زي اليوم الأول ب 2021، لأنه يعني أو في تمديد اعتقالات بشكل مستمر، أو في ملفات اللي عم تاخذ يعني سنوات عالية وأحكام عالية، أو في مخالفات، وطبعا غير أعباء المحامين يعني اللي لازم يدفعوا لهم بشكل مستمر. فكل هذا مهم ينحكى عليه وينذكر، ومهم نقول إنه هاي الناس عم تحمل يعني أحكام عالية بسبب دفاعها عن المجتمع العربي، ويعني جزء من دور الفن هو إنه يسلط الضوء ويحكي على المجتمع فداء، وكمان يذكر هذه الأعباء. نعم، أنت قريبة بشكل شخصي لكثير من هذه العائلات، أنت ابنة مدينة اللدو التي تعرضت إلى هجمات مخيفة من المستوطنين، وكان هناك محاولات للدفاع عن النفس، هناك شهيد في مدينة اللد. حدثينا عن معاناة هذه العائلات، غير المعاناة المالية والتكاليف الباهظة، يعني مشكور جهود المخرج والطاقم الذي يعمل على توفير هذه العروض. بس مهم كمان أذكر إنه بسبب يعني صدور المبادرة توجه أكثر من فنان وعرض يعني علينا إنه يساعد، فبفكر إنه لقدام راح يكون كمان عروض لأشياء تانية، إذا كان لوحات أو رسم أو مسرح من متطوعين آخرين يعني فنانين. يعني المعاناة يعني صعب أوصفها بس بالحكي، المعاناة بتقلب ليوم يوم. يعني إحنا كمان عملنا فيلم شهادات من أيار، اللي جزء منه أمهات وأطفال بيوقفوا قدام الكاميرا وبيحكوا على كل المعاناة. يعني في بيوت اللي أولادها مش فيها بانتظار عودتهم، لأنهم ما زالوا بالمعتقلات، وهذه يعني حالة مش طبيعية تعيشي فيها، إنه ابنك كل الوقت بالمعتقل وأنت بالبيت، ودائما لازم يعني يكون عندك إجازات من الشغل إذا كان للزيارات أو للمحاكم. فهي هاي مش يعني العائلات هاي مش موجودة بالحالة الطبيعية تبعت بيت اللي أنا أولادي فيه بتربوا وبروحوا على المدارس وبروحوا على الجامعات وعم بيشوفوا أفق للمستقبل. إحنا بنحكي عائلات اللي حياتها توقفت، ولحد ما يرجع الشاب من الاعتقال اللي بياخد عمله 10 أو 15 سنة، اللي فعليا رح يرجع بده يبني مستقبل لما هو قطع العمر فيه جوا السجون. فهي حالة مش طبيعية، وجزء منها يعني المعاناة النفسية، التذكر بشكل يومي. يعني في أمهات اللي عندها شعور بالذنب، ليه خليته يطلع، ليه خليته يشارك، كنت لازم أمنعه. هذا شعور الذنب صعب يعني قد ما تشرح إنه مش هم السبب، هو موجود بضل عندهم. طب والأهالي كيف ينظرون ففي لهذه معاناة غير طبعا المبادرات؟ الأشياء النفسية، غير طبعا الموضوع النفسي. هاي العائلات ولا حدا فيها يعني تم يعني تقديم العلاج النفسي لإلهم، يعني غير المبادرات ببداية الهبة اللي كانت من يعني من متطوعين، بس ما كانش في استمرار يعني معاها لمرافقة نفسية، وطبعا مع عبء العمل وعبء الحياة فهي بس يعني بتزيد. شكرا جزيلا لك يا أستاذة فداء إشحادي على هذه الصورة المؤلمة والمشرقة.
في ذات اللحظة. بس يعني انا دايما بهمني انه اختتم، عشان يعني الصورة مؤلمة بشكل عام، واحنا يعني كمان كل الوقت في حوالينا قضايا اخرى، بس هاي المبادرات هي اللي بترجع الامل. يعني لما مخرج قرر يتبرع بفيلمه ومدخول فيلمه، لما فنان تاني بيتصل اليوم وبتبرع بلوحات رسمها انه يتم بيعها وكمان المدخول يرجع للعائلات، فهذا بدل انه مجتمعنا بيقدر يتكاتف. احنا بحاجة طبعا ننظم حالنا ونبني حالنا اكثر من هيك. فداء إشحادي، وأنت مركزة ائتلاف ضد السلاح، شكرا جزيلا لك.